هذه الفقرة رحبوا جميع السيدات ورحبوا بالصديقة فاطمة الزهراء. أهلا وسهلا بك فاطمة الزهراء من تارودانت. مساء سعيد. مساء النور. كيف الأجواء بتارودانت فاطمة الزهراء؟ الحمد لله رب العالمين. يا رب. ماشي بخير. الحمد لله. مرحبا وسهلا بك. إذا فاطمة الزهراء شنو الوصفة اللي تعطي المستمعات اليوم؟ اليوم نقدم لكم طاجين ديال الدجاج. طاجين الدجاج بالقرفة. نعم. طريقة هذا الطاجين معروف في تارودانت؟ معروف الطاجين. نعم تفضلي. نبدأ بالمقادير. نعم المقادير. كان نحتاج 2 كيلو بصله محكوكة، مطيشة محكوكة، زبور المدنس، 2 دراهم ديال التومة، 30 غرام ديال القرفة، ملعقة صغيرة ديال الملح، أيضا الحلقوم. نعم. والزعفران شارة. والإبزار. والسمن، معلقة متوسطة ديال الزيت الرومية والزيت البلدية، وجوج معالق كبار ديال العسل. هادو هما المقادير. نعم. إذا اللي نعلو المقادير، شنو هو التحضير، طريقة التحضير؟ كناخدو الدجاجة، كنحيدو لها الجلدة على حسب، إذا كانت دجاجة رومية، وإذا كانت دجاجة بلدية كنخلوها بالجلدة ديالها. كنقطع الدجاجة على 4 أطراف وكنقليوهم في الزيت ديال. نعم. وملي نقليوهم نديرهم في الطاجين، وناخدو إناء ونديرو فيها الترمولة. كنحتاجو فيها مطيشة، بصلة، خضر، مدنس، والثومة، والزعفران، المهم ديك المقادير. المقادير كاملة. وهاد المقادير غادي نزيدوهم على ديك لي زيدنا في الطاجين. وملي كتقلى لينا ديك الترمولة، ديك الترمولة اللي كنديرو داك الدجاج في الطاجين ياك. نعم. والترمولة نخلوها في إناء ثاني. كنخليو ديك الترمولة اللي درنا في الإناء، وكناخدو داك الدجاج اللي خلينا كنديروه في الطاجين ياك، ومن بعد كنديرو فوقو ديك الترمولة. نعم. وملي كيتقلى لينا كنزيدو عليه ديك 30 غرام ديال القرفة والعسل من الفوق. 30 غرام من القرفة والعسل. نعم. ملعقتين كبار من العسل. وصافي كنخلوه يطيب. ما شاء الله عليك. بالصحة والراحة. الله يعطيك الصحة. إذا الله نعلو المقادير للسيدات اللي تبغي تسجل هذه المقادير. شوفي معايا المقادير، قلتي لنا دجاجة من قدر كيلو تقريبا. وبصلة محكوكة ومطيشة محكوكة. القزبور والمعدنوس فصين من الثوم، وثلاثين غرام من القرفة، ملعقة صغيرة من الملح، والخرقوم والزعفران والبزار والسمن، ملعقة من زيت بلدية وزيت العادية، وملعقتين كبار من العسل. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك، انت اللي عطيتينا الوصفة. تبارك الله عليك. إذا نشكرك صديقة فاطمة الزهراء، وإن شاء الله تشاركي معنا في حلقات القادمة. إن شاء الله. شكرا لكم لله. يا أهلا وسهلا بك، تحيتنا لأصدقائنا بتارودانت. شكرا أختي. يا أهلا وسهلا بك، نشكرك على هذا الطاجين.